ما فعلت ألمانيا؟ لا، لكن هذه الدول بالفعل مجرمة. إيران مجرمة، السعودية مجرمة، اليمن حكومتها مجرمة لأنها تتعاون مع الحكومات الظالمة في إبادة شعبها وإلصاق المجرم الدكتاتوري اللي ممكن إنه يكون عبد ويعني ويعني يحافظ على السلطة الأمريكية والسلطة الأوروبية فوق الشرق الأوسط. هذا هو هدف السعودية. السعودية هي مجرد أداة بيد الغرب، أداة بيد الغرب، والغرب هو من يريد لهذه الحرب أن تستمر، وإلا فكان الغرب يستطيع أن يوقف هذه الحرب. نحن لسنا أحرار في بلدنا، نحن لا نمتلك حتى حرية القرار، نحن لسنا آمنين في بلدنا، نحن لا نملك أيضا حتى حرية التدين بالدين الذي يناسبنا أو الذي نؤمن فيه. الإيمان مسيرة فردية خاصة، ليس لدينا حرية فردانية في أي